مزيدا من التفاصيل، والنهارده كان في تدريب مفتوح ومؤتمر صحفي في استاد القاهره الدولي لمنتخبنا الوطني. نروح لزميلنا محمد توفيق موفد قناه الاهلي اللي حضر النهارده التدريب والمؤتمر الصحفي، نعرف منه ابرز ملامح تدريب منتخبنا الوطني. مساء الفل يا توفيق. مساء الخير زميل العزيز محمد سعيد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. قول لي بقى الاخبار والتصريحات الخاصه بروي فيتوريا وابرز النقاط اللي اتكلم عليها في المؤتمر الصحفي. يمكن ما فيش جديد يا محمد، يعني الكلام اللي انت ذكرته في المقدمه، الراجل كلامه كله كان واضح من اول كمان المؤتمر الصحفي اللي كان يوم اعلان القائمه. طبعا هو في 24 لاعب معاه في المعسكر، يمكن خرج طبعا محمود متولي بالامس للاسف يعني ليه الاصابه بشده في العضله الخلفيه. طبعا كان في النهارده محاولات لضم ياسر ابراهيم، ولكن طبعا تعذر انضم المنتخب طبعا نظرا لحاله الاجهاد اللي بيعاني منها ياسر، ولكن طبعا تم توجيه الدعوه لخالد صبحي مدافع الاتحاد السكندري، ولكن لم ينضم للمعسكر بعد، او على الاقل مش موجود في التدريب اللي بيجري حالا دلوقتي. يمكن التدريب كان مقرر للخامسه تماما، ولكن يمكن التدريب ابتدى في الخامسه والثلث. يمكن تم التصريح لوسائل الاعلام بالوجود لاول 10 دقائق فقط من التمرين، وبعد كده يمكن تم خروج كل وسائل الاعلام. يمكن التدريبات في بدايتها طبعا الجزء اللي حضرناه محمد كان تدريبات بدنيه، يمكن بالامس كمان التدريب كان الاول في معسكر نوفمبر كان تدريب بدني، وبعد كده كمان كان في بعض التدريبات الخططيه، ومن بعدها تقسيمه طبعا كان بيديرها روي فيتوريا بنفسه. التدريب النهارده لم يختلف برضه، ان شاء الله دي هتبقى المرحله الاولى زي ما انت عارف يا محمد، هتبقى من يوم 7 ليوم 11، وبعد كده يوم 12 هيكون اجازه، ومن بعد كده هتعلن القائمه النهائيه اللي هتتم سفرها للكويت نظرا يعني استعدادا لملاقات بلجيكا باذن الله يوم 18 من نوفمبر الجاري. يمكن يعني التدريب فيه اكثر من وجه جديد موجود في المنتخب، نتمنى لهم جميع التوفيق، وان شاء الله يكون معسكر ناجح وتجربه زي ما انت قلت يا محمد، احنا في فتره تجربه، وان هو يشوف اكثر من لاعب خاصه قبل المنافسات الرسميه باذن الله قريبا. عايز اطمنك كمان على حاله لاعبينا، لاعبي النادي الاهلي الدوليين الموجودين في تدريب المنتخب، جميعهم طبعا باستثناء محمود متولي اللي خرج من المعسكر بالامس موجودين النهارده، حتى كمان محمد مجدي قفشه اللي بنبارك له يعني انه رزق بمولود صباح اليوم موجود في التدريبات وبيشارك بشكل اكثر من جيد، حمدي فتحي، اكرم توفيق، محمد شريف، وكمان طاهر محمد طاهر واحمد عبد القادر، كلهم في حاله فنيه ومعنويه اكثر من رائعه. كل التوفيق لمنتخب مصر ان شاء الله، وباذن الله يكون معسكر ناجح تحسبا باذن الله للفتره المقبله، ويعني زي ما بنقول المعسكرات الرسميه او المباريات الرسميه. وطبعا يا محمد يمكن غيابنا عن كاس العالم يعني طبعا معصر على الناس كلها، يمكن كل المتابعين هنا سواء وسائل الاعلام او حتى بعض الجمهور القليل، طبعا حاله يعني من الحزن الشديد ان احنا مش موجودين في العرس العالمي كاس العالم اللي هينطلق بعد ايام. كلمه ليك يا محمد، اتفضل. طيب توفيق، سؤال اخير، هل في المؤتمر الصحفي حد سال رئيس فيتوريا على اصابه محمود متولي الموضوع البرنامج البدني؟ لان انت قلت لي نقطه مهمه جدا في النهارده، امبارح التمرين كان كله بدني بنسبه كبيره. طيب الجزئيه الثانيه كمان، هل الناس سالته على موضوع ياسر ابراهيم؟ لان انا شايف بعض الزملاء الصحفيين على السوشيال ميديا يعني بيسالوا او بيطرحوا السؤال ده بالتاكيد على روي فيتوريا، فالكواليس والتفاصيل عندك بالتاكيد من خلال المؤتمر الصحفي. يعني بالطبع يا محمد، يعني الامر واضح جدا بالنسبه لاصابه محمود متولي، يمكن عمل اشاعه بالامس، وكان طبعا الاشاعه بينت انه في شد في العضله الخلفيه. طبعا كل التقارير هتتبعت من طبيب المنتخب كمان للدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي من النادي الاهلي، وبعد كده محمود متولي هيكمل مرحلته العلاجيه او التاهيليه مع الجهاز الطبي الخاص بالنادي الاهلي باذن الله خلال الفتره القادمه، خاصه النادي الاهلي زي ما انت عارف في فتره راحه سلبيه حتى يوم 13. اما بالنسبه لياسر ابراهيم فطبعا تم ارسال مخبر رسميه من الجهاز الفني المنتخب مصر، الجهاز الفني في منتخب للنادي الاهلي، طبعا تم الرد بعد طبعا الكشف على ياسر ابراهيم من الدكتور احمد ابو عبله، ويمكن تمت مخبه رسميه ان ياسر ابراهيم بيعاني من بعض الاجهاد فمش هيقدر يكون موجود في المعسكر. فكلها يا محمد زي ما بنقول طبعا يعني معاملات بين المؤسسات سواء النادي الاهلي او الاتحاد المصري لكره القدم متمثلا في الجهاز الفني للنادي الاهلي، فالموضوع لا يدع مجال للشك او الحديث او القيل والقال. النادي الاهلي رد بشكل رسمي ان ياسر ابراهيم بيعاني من اجهاد ومش هيقدر يكون موجود في المعسكر. طبعا في الاول وفي الاخر محمد ده معسكر اعدادي، نتمنى سلامة في الأول وفي الآخر للاعبينا بإذن الله، ويكون موجودين الفترة الجاية إن شاء الله. زميلنا محمد توفيق موفد قناة الأهلي، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والإيضاحات بخصوص تدريب منتخبنا الوطني.